بالبالي يعني في اول شغله القطعه الكواليتي تبعها احسن بكثير من السوق، سعرها معقول متناسب مع محدودي الدخل. وصلنا لمرحله انه عم في قطعه ب 500 فيك تقول ببلاش، عن جد ببلاش، يعني اليوم حق كيس 700 ليره بيجيك زبون عم بفاصل او ما بده ياخذها او باحرى بخاف بيعه بالناقص حتى ياخذها. الوضع كثير سيء، الله يفرج بجاه النبي.